أعلنت وكالة الفضاء المصرية إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تشياكوان بالصين، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين مصر والصين، وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي البلدين. هذا وشارك فريق من مهندسي وكالة الفضاء المصرية مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر، كما نجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل، وبالتالي يكون لدى مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء. وقد تم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، وتم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين. ويعد إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 هو أحد العلامات البارزة في مسيرة التعاون المصري الصيني الناجح في شتى المجالات، خاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى كونه خطوة هامة في إطار الرؤية المصرية لتوطين الصناعات المتطورة مثل صناعة الأقمار الصناعية في جمهورية مصر العربية، وذلك اتساقا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تنفيذ أولويات الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية. هذا وتابع الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مع الطاقم الصيني والمصري كافة التفاصيل قبل إطلاق القمر مصر سات 2 من الصين.